وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف العقيد محمد أحمد الغدير، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني. عقيد محمد، يعني لو تضعنا في صورة التعامل مع حادث التسرب في وقود الجفير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام. تلقت الإدارة العامة للدفاع المدني عبر غرفة العمليات في تمام الساعة 12:53 بلاغ تسرب وقود من محطة الجفير، وعليه تم توجيه جميع الفرق الخاصة بهذا النوع من البلاغات. وقد شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بعدد 7 عمليات تخصصية و27 ضابط وفرد للتعامل مع هذا الموقف. تم تطبيق خطة العمليات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين بابكو ووزارة الأشغال. بالنسبة حق الإجراءات، تم على الفور تطويق المنطقة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المحطة حفاظا على سلامة الجميع، والقيام بتقييم الوضع العام للمحطة والتسرب ومدى خطورة الموقف. نعم. العقيد محمد، هل حدثت هناك أضرار تذكر في هذا الحادث؟ لا توجد أي أضرار، مجرد أمور احترازية تم اتخاذها للضرورة حفاظا على سلامة أرواح القاطنين والمقيمين وفي بالجوار المباني المجاورة. فزيادة في الاحتياط، تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى هذه المحطة حفاظا على سلامة الجميع. نعم. العقيد محمد أحمد الغدير، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.